نستمع الآن لكلمة من هيثم محمدين المناضل والمحامي العماني اللي وقف قبل الأسبوع اللي فات، لكن في نفس الوقت خلق عاصفة من التضامن أثبتت قد إيه الناس بتحبه وبتحترم إخلاصه ونضاله. هيثم محمدين المحامي العماني وعضو المكتب السياسي في حركة الشباب السوري. شكرا حاتم. الأول طبعا بشكر كل الزملاء على حملة التضامن الرائعة اللي تمت وأنا في السجن. يعني غالبا ما كنتش هخرج إلا يعني غير بسبب هذه الحملة اللي اتعملت في الشارع واتعملت في الدعاية، الدعاية السورية، المواقع والصفحات لعبت دور أساسي فيها. فطبعا يعني بشكركم كلكم، وحتى ممكن ناخد المشهد مشهد التضامن ده كانطلاقه للكلمه اللي انا ممكن اقولها النهارده بخصوص الحركه الاجتماعيه وصعود الحركه الاجتماعيه. في اتجاه طبعا من السلطه العسكريه اللي بتحكم الان، وينبغي واحنا بنتكلم وخصوصا على المجموعات الثوريه وعلى المجموعات اللي شاركت ونضت في الميادين ان هي تستخدم المصطلحات السياسيه الصحيحه. بلاش لف ودوران ومناورات حوالين المصطلحات السياسيه. دي مش سلطه، لا هي سلطه انتقاليه ولا هي سلطه رئيس المحكمه الدستوريه، احنا امام سلطه عسكريه بتحكم البلد. السلطه العسكريه اللي بتحكم البلد من خلال الاجراءات اللي تمت من بعد 3 يوليو هدفها الاساسي والرئيسي هو بس الرعب والخوف في نفوس القوى الثوره وخصوصا القوى الاجتماعيه وقوى الشباب اللي كان نزل في الميادين. اجراءات الرعب اللي بتمارسها السلطه الحاليه بتتم بخطه واضحه وصريحه وخادعه في نفس الوقت اسمها الحرب على الارهاب. دائما وابدا في الثورات المضاده النظام القديم في كل الثورات المضاده غالبا ما بيستخدم عدو ما خارجي يحاول ان هو يلم الجماهير اللي مصلحتها متعارضه مع بعض او متعارضه مع النظام خلف الدبابات او خلف رجال الاعمال او خلف سلطه سياسيه او خلف سلطه عسكريه. ده حصل حتى في الثوره الروسيه في الحرب مع المانيا، وحصل في المانيا نفسها في الحرب مع دول الحلفاء. النهارده يساق للشعب المصري انه الان المؤسسات الامنيه في الدوله اللي هي عدو الثوره رقم واحد، عدو الثوره الرئيسي، القيادات العسكريه والقيادات الامنيه هي عدو الثوره رقم واحد. المؤسسات دهيت بتسوق للشعب المصري، بتروج لجماهير الشعب المصري ان الان الدوله المصريه بتكويناتها المختلفه بمؤسساتها المختلفه جميعا بتخوض حرب شعواء على الارهاب. وبالتالي مطلوب وحدة الصف، مطلوب تماسك ما يسمى بالجبهة الداخلية للدولة عشان تقدر تنتصر على هذه الحرب، سواء اللي بيتم في سيناء أو اللي بيتم في الداخل المحافظات المصرية. إيه بقى الهدف من قصة الحرب على الإرهاب؟ هدف من قصة الحرب على الإرهاب أن يتحول دور الشرطة المصرية مثلا من قاتل لشهداء الثورة، من قامع لتحركات جماهير الشعب المصري، إلى بطل وطني بيدافع عن أمن وسلامة وحياة المواطنين وعن أمن الدولة المصرية في فدائه وتضحياته في سيناء وفي رفح وفي أسوان وفي مطروح دفاعا عن الشعب المصري. فتحول عدو الثورة إلى بطل وطني ومدافع عن حتى يمكن شهداء الثورة نفسهم. وشوفنا يالا المهازل صورة علاء عبد الهادي بتترفع أمام وزارة الدفاع من منصب ترفيع عكاشة، مش من مظاهرة راحت نادي بالقصاص. وشوفنا صور شهداء مرفوعة على مدرعات الشرطة في ميدان قرار الحرب. ففجأة كده الشرطة اللي قتلت الناس ابتداء من 25 يناير 2011 لحد النهارده تحولت إلى حد يعني الى مؤسسه هو ما ينفعش واحد طويل يقعد هناك. مؤسسه المفروض ان هي بتدافع عن الشعب المصري. الحاجه الثانيه في قصه الحرب على الارهاب ده هدف واحد، وطبعا مش الشرطه بس، الشرطه والجيش. الهدف الثاني انه
الجماهير قطاع من الجماهير يلتف ويقف خلف هذه المؤسسات. تعالوا الشرطه والجيش والشعب ايد واحده تواجه الامام. ده حاجه اساسيه بتسعى ليها السلطه العسكريه الداخليه، بتستخدم فيها وسائل الاعلام، بتستخدم فيها كل وسائل. الهدف الثاني هو تحت ستار الحرب على الارهاب اللي هو بيقتل فيه الالاف وبيعتقل فيه عشرات الالاف بشكل استثنائي وبشكل اجرامي واسع، الاجراءات الاستثنائيه وعمليات القمع الاجراميه اللي بتتم تمتد تحت الدخان او يعني ستاره الدخان بتاعت الحرب على الارهاب، تمتد الى قوى الثوره الاصليه وتمتد الى مكتسبات الثوره المصريه. فتحت مزاعم فض اعتصام رابعه، قبلها بيوم يتم فض اعتصام السويس للصلب، تحت مزاعم قمع جماعه الاخوان المسلمين وستاره قمع جماعه الاخوان المسلمين يصدر منشور الى كل مؤسسات الدوله، مش ممنوع الاضراب، ممنوع الكلام في السياسه. الثوره المصريه ممنوع عليها الكلام في السياسه. تخيلوا انه منشور بالمعنى ده بيتوزع النهارده في مؤسسات الحكوميه اللي وهنيجي دلوقتي على المظاهرات اللي حصلت، كانت متصدره المشهد الاحتجاجي في مصر خلال الثلاث سنين الاخيره. اصبح عليها في ظل السلطه العسكريه الحاليه ان هي مش ممنوع عليها الاحتجاج، ممنوع عليها الكلام في السياسه. فتحت ستاره الدخان ده هي تحت حرب على الارهاب يتم العصف بكل الحريات السياسيه، العصف بكل موضوع حقوق الانسان، العصف بمكتسبات ثوره يناير المتعلقه بالتظاهر والاعتصام والاضراب. عشان كده مش مفاجاه انه ميدان التحرير محاط بكتيبه دبابات. فده اللي الاجراءات اللي بتنفذها الثوره المضاده وعلى راسها السلطه العسكريه الحاكمه. من ناحيتنا احنا بقى بنبدا بتكلم حوالين الشعار والتوصيف الصحيح للي بيبان. بيتم التوصيف حوالين انه احنا الان في مرحله انتقال ديمقراطي. من حكم جماعه الاخوان المسلمين الى حكم مدني ديمقراطي جديد. طيب نشوف بقى الشواهد اللي على الارض ونشوف هتوصل لحكم ديمقراطي ولا هتوصل ايه بالظبط. الشواهد اللي على الارض، ممنوع الكلام في السياسه في المؤسسات، قبض على قيادات عمالية بتضرب، عودة لجهاز مباحث أمن الدولة لدرجة إنه اللي كانوا بيختشوا زمان يقولوا إنه في يعني أمن دولة، لا دلوقتي بيبقى بيعرف نفسه، يعني تخش الاسم يقول لك إيه ده مكتب ضابط أمن الدولة، خش عشان في عرض. أو إنه النيابة بتطلب دلوقتي على الورق في المحاضر الرسمية تطلب تحريات الأمن الوطني. الدبابات واقفة على كل في كل الشوارع. صحفيين بيتم استبعادهم من التلفزيونات ومن الجرايد. حرس جامعه اطرد بحكم قضائي بيعود ومعاه تغطيه قضائيه. كل الشواهد، تعديلات دستوريه ما بتقربش من النصوص اللي ما شاء الله يعني كانوا مختلفين معاها مع دستور الاخوان. طيب ما ده دستور الاخوان اللي ما كانش عاجبهم بتاع 2012، ليه ما اتنسفش بشكل كامل واتحط الدستور الدوله الوطنيه الديمقراطيه اللي انتوا بتكلمونا عنها؟ لكن المواد العسكريه اللي موجوده اللي بتضمن سيطره المؤسسه العسكريه على البلد فضلت زي ما هي. بالعكس تمت هيتم تعديل شويه نصوص ترضي اراجوزات الدوله المدنيه الملتفين حوالين المؤسسه العسكريه دلوقتي، علشان ويفضل الجوهر الحقيقي، الجوهر الاساسي بتاع الدستور الحالي دستور الاخوان المسلمين هو بيضمن وجود الدوله العسكريه وهيمنتها، وفي نفس الوقت ما بيضمنش اي حاجه متعلقه بالعداله الاجتماعيه. فدي شواهد بتقول ان ده مش مسار هيوصلنا لدوله ديمقراطيه، ده مسار ثوره مضاده هدفه اعاده في كلمات في الاخر في كلمات وفي مداخلات. ده مسار يوصل ليه سلطه ديكتاتوريه وان كانت برئيس مدني او وجهه مدنيه. طيب يبقى ده بيستلزم مننا ان احنا نرفع الشعارات الصحيحه في هذا التوقيت. لا ينبغي انه تحت اي مزاعم وحده الصف او انه وطل الموجه لما تعدي او الكلام ده ان احنا نتغاضى عن وصف السلطه انها سلطه عسكريه ديكتاتوريه، او ان احنا نرفع شعار يسقط حكم العسكر في مواجهه السلطه الحاليه. وفي نفس الوقت نبقى ما نخضعش ليه ما يروج من مش بس الثوره المضاده، من الانتهازيين ومن اراجوزات الدوله المدنيه انا بسميهم، حوالين ان احنا
تعالوا نلتف حوالين الدوله عشان نخلص من ربعيه الاخوان ومن التيارات الاسلام السياسي، والسيسي بيجهز لنا الدوله المدنيه اللي هيبقى فيها تداول ديمقراطي. طيب هو السيسي بيجهز لنا دوله عسكريه، بيجهز لنا دوله مبارك بكل مؤسساتها، واللي يتابع حركه المحافظين وتعيينات المؤسسات زي وزاره الصحه وغيرها بنلاقي بيتم عسكره الدوله سنتي بسنتي في اللحظه دي. فاحنا قدام دوله عسكريه بتتشكل بشكل كامل ماشي، وحتى لو وصلنا للانتخابات الرئاسيه جه فيها رئيس مدني هيبقى حد ببدله مدنيه قاعد فوق كتيبه من الضباط مهيمنين على كل مفاصل الدوله ومهيمنين على كل مصالح الدوله. واذا كان الدوله قدرت تزيح الاخوان في 3 ايام تحت غطاء من الجماهير اللي كانت بالفعل لازم تسكتهم، الشخص ده مش هيبقى مقلق خالص بالنسبه ليه، الدوله العسكريه تقدر تمشيه زي ما هي عايزه. بالنسبه لموضوع الحركه، وده ينقلنا موضوع الحركه الاجتماعيه. الحركه الاجتماعيه او الاضطرابات العماليه طول الوقت كانت في الثوره المصريه من بدايتها بيحصل موجه سياسيه عاده ويجي بعديها موجه اجتماعيه او العكس. وده شفناه في مرات كتيره جدا من الثوره المصريه، من بعد الموجه بتاعه 25 28 يناير وهزيمه البلطجيه في مطرحه الجمل، البلطجيه في الحزب الوطني، جت الموجه العماليه اللي حصلت في اخر 3 ايام الاخيره اللي قدرت تسقط حسني مبارك. وعلى مدار السنه ونص ايام طنطاوي رغم اصدر قانون بحظر الاضراب كان فيه موجات عماليه. اعلى نقطه وصلتها الاضرابات العماليه في تاريخ الثوره المصريه 25 يناير 2011 لحد النهارده كانت في 6 شهور الاولى لسلطه جماعه الاخوان المسلمين. وده له اسباب. انه ده اللي احنا كنا بنقوله من اول الثوره المصريه، اشراكيين سوريين تحديدا كنا بنقول من اول الثوره المصريه، انه جماعه الاخوان المسلمين جماعه شديده التنافر من داخلها. جماعه بتقدم نفسها للجماهير على انها هتقدم الاصلاحات الاجتماعيه، بتقدم نفسها تحت شعار نحمي الخير لمصر، بتقدم نفسها بمشروع النهضه، وفي نفس الوقت قياده الجماعه عندها انحياز واضح للسياسات الليبراليه الجديده وسياسات راس المال اللي كانت ماشيه عليها حسني مبارك وجمال مبارك. وبالتالي الجماهير اللي بتشوف دعايه الاخوان المسلمين الانتخابيه بتبقى اولا بتنتخبهم، ثانيا بتبقى متعشمه ان هم هينفذوا فعلا هذه الوعود الانتخابيه. وبالتالي حصلت حركه عماليه جباره جدا في 6 شهور الاولى من حكم مرسي. بلغ الاحتجاج في الفتره دي 3817 احتجاج في 6 شهور الاولى، وده كان اعلى احتجاجات عماليه، يعني العدد ده اعلى من الاحتجاجات العماليه اللي حصلت من 2000 ل 2010. الست شهور دي حصل فيها اضرابات تفوق عدد الاضرابات العماليه اللي حصلت من 2000 ل 2010 10 سنين. وده طبعا راجع لان في ثوره، ولان في وعود اتقدمت للجماهير، ولان في جماعه سلطه متناقضه، سلطه من ناحيه عايزه تجمع الثوره ومن ناحيه ثانيه مقدمه لها وعود انتخابيه، فمش قادره تعمل دي ومش قادره تعمل. الاحتجاجات ده هي الضخمه جدا اللي حصلت في وقت مرسي على قضايا مطلبيه خاصه بالعداله الاجتماعيه راحت فين؟ ما هياش ماتت ولا اختفت ولا عوامل صعودها اختفت. عوامل هذه الحركه ما زالت موجوده، بمعنى ان الاوضاع اللي في المصانع او في الشركات او في المؤسسات اللي احتجت ابتداء من عمال النظافه والسكه الحديد والنقل العام والاطباء والمدرسين، كل الظروف ده هي الموضوعيه موجوده. لكن في وضع سياسي متأزم، في وضع سياسي في اطلاق رصاص وفي دبابات ماليه الشوارع. ومعركه الحرب على الارهاب بتخرس كل الاصوات بتاعت بتحاول تخرس كل الاصوات بتاعت الحركه الاجتماعيه لانها خطر حقيقي على السلطه الحاكمه السلطه العسكريه. لكن نشوف الوضع على الارض دلوقتي بالنسبه للوضع الحركه الاجتماعيه. كان زمان في التسعينات وفي بدايه ال 2000 لما كان يبقى فيه قمع للحركه السياسيه بتتراجع شويه الحركه العماليه. ولما كانت الحركه العماليه نفسها بتقمع كنا بنشوف تراجع شديد جدا في وسط العمال، وده عندنا امثله كتيره جدا، اما ضربوا عمال الحديد والصلب في 89 بالنار، الاضراب اللي بعديه كان كفر الدوار 94.
يعني عندنا 5 سنين عشان نشوف اضراب كبير لانه تم اطلاق النار على عمال حديد الصبح. وعدنا من 94 لحد انتفاضه الفلاحين في 97 ما شفناش حاجه. لحد بعد كده ما جت اضرابات من محل. ده بيقول لنا ايه؟ النهارده الجيش اللي قتل 4000 واحد وبيعتقل عشرات الالاف وعمل حرب على الارهاب، انه في نفس الوقت اللي بيتم فيه ده كله ابص الاقي اضرابات في السويس في كابو وفي السويس للصلب في مدينه السويس وغيرها من المؤسسات والعمال مش خايفين ومش مرعوبين من هذه الحمله العسكريه. ده معناه انه قدره العمال وقدره الحركه الاجتماعيه على انها تتحرك موجوده ومش هيبه عمليات القتل والارهاب اللي بتتم في الشارع. لكن هي في الحقيقه محتاجه زقه، والزقه دي زقه سياسيه وجهه نظر. كسر حاله الصمت الميادين، كسر حاله فض الميادين ومنع التظاهرات، ده هيبقى الفتح الباب يعني انطلاق الموجه الاجتماعيه اللي جايه. الحاله اللي هم يعني حاطين فيها دلوقتي ان مفيش مظاهرات، مفيش حد بيهتف ضد السلطه العسكريه او حتى ضد الحكومه بتاعه الببلاوي اللي هي انيل بكتير حتى من حكومه النيل. كسر الحاله دي هو اللي هيفتح الباب للعمال ان هم يتحركوا. لانه لما القطاعات العماليه تشوف زي ما كان سامح بيقول ان الابطال محمد محشان محمد محمود اللي كانوا بيواجهوا المجلس العسكري السابق واللي كانوا بيواجهوا حتى محمد مرسي والشرطه بتاعته في وقت من الاوقات رجعوا للبيوت وخافوا في اللحظه دهيت، ده بيبقى له تاثير كمان على الحركه العماليه. لكن لما يشوف مظاهرات من الناس دي بتنزل وتهدف قدام الدبابات في الشوارع وفي الميادين وضد السلطه اللي بتحكم دلوقتي وضد اجراءاتها اللي هي بالتاكيد ضد الثوره، ده بيشجع وبيفتح الباب فعلا للحركه الاجتماعيه. الفتره الاخيره حصل فيها عده تضربات، وفي كلام من خلال تواصلنا مع العمال انه احنا عايزين نتحرك، بس المشهد السياسي معقد ومتناقض. في ناس بتقول طب ننتظر نشوف تشكيله الحكومه الجديده هتجيب لنا ايه، ننتظر حكومه الببلاوي. وفي قطاعات تانية بيقول لك طب نستنى لما المعركة بتاعة الجيش والإخوان تخلص ونتحرك احنا. وفي ناس تانية بيقول لك ما مش هقدر اتحرك دلوقتي لأنه فاقدين الأمن والقوة جوه المصنع وأي حد هيتحرك هيتفصل أو هيتحبس. في كلام متنوع جوه المصنع، لكن كله متفق إن احنا عايزين نتحرك. فعايزين نفتح الباب للحركة دهيت خلال الفترة اللي جاية. ده يحصل بأكتر من طريقة. أول حاجة لازم نكسر حاجز الخوف والصمت اللي بتحاول أو مش موجود بتحاول تفرض السلطة العسكرية بإن إحنا ننزل الميادين تاني حتى لو كانت بمظاهرات صغيرة. وناخد بالنا إن المظاهرات الصغيرة، أنا شفت نفسي مشهد بعد بالصدفة عند دار القضاء العام 6 شباب واقفين بورق اللي هو A4 زي ده كده، كان بعد إخلاء سبيل المباراة. شفت قد ايه الدبابتين اللي قدام دار القضاء العالي، الضابط عامل استنفار للقوه اللي واقفه قدام دار القضاء، استنفار للعساكر الاثنين العساكر اللي على المدافع فوق الدبابات، وشدوا الخوذ بتاعتهم والسترات وبداوا يجيبوا اللي هم بيسموهم المواطنين الشرفاء بتوع السيسي. على بالظبط هم كانوا اللي واقفين على السلم 6 انفار. ف6 انفار عاملين رعب للدبابتين واقفين بقوه تقريبا 8 عساكر وبعتوا لهم المواطنين الشرفاء. الوقفات الصغيره، الصوت الضعيف اللي بيطلع ده النهارده في ظل الحرب على الارهاب ده اللي بيتصدر لنا يقول لا احنا معترضين على اخلاء سبيل مبارك، لا احنا معترضين على حد ادنى 800 جنيه تافه زي حكومه الببلاوي، ان احنا معترضين على عوده جهاز امن الدوله، احنا معترضين على ماده حاله الطوارئ. هذا الصوت اللي بيتشاف ضعيف، هذا الصوت مقلق ومرعب ومش مطلوب من السلطه العسكريه. يبقى احنا اذا كان الصوت ده بيخوفهم كده نعمله. والصوت ده بعد شويه هيلاقي التفاف حواليه من قطاعات من الجماهير بتكتشف زيف الحرب على الارهاب، بتكتشف ان الحكومه بتاعت الببلاوي ماشي ما تقلش في اجرامها عن حكومه نظيف او حكومه شرف او حكومه قنديل.
او في انحيازها لرجال الاعمال. بالعكس ده كمان بدات تطلع رجال الاعمال الحراميه اللي كانت في بدايه الثوره داخل السجون، فبتكتشف قطاعات اجتماعيه تزيف هذه الحكومه وعدائها لمطالبها، كمان القطاعات اللي بتتاثر بعمليات القمع الدموي اللي بتتم في الشوارع. بعد شويه بتبدا تبص للصوت ده وتلتف حواليه، فدي مهمه اساسيه لازم نعملها في الفتره اللي جايه وندفع ثمنها. احنا ما احنا في الاخر يعني مفيش حاجه عارفين ان احنا بنعملها مش هندفع ثمنها. بقى لما كنا بننزل مزارات خالد سعيد قدام لزغلي لما كنا في الكحكه الحلوه دي بتاعت المركزي كنا تقريبا 80 واحد وخدوا 40 مننا، وفاكرين كويس احنا يعني اتعمل فينا ايه قدام لزغلي في 2010 اعتراضا على قتل خالد سعيد. لكن شفنا في 25 يناير وفي 28 يناير الملايين وهي بتكسر داخليه العدل. الصوت الضعيف ده بيتشاف وبيتحس من الجماهير كويس جدا. الحاجه اللي انا اسف طولت شويه موضوع القوى الثوريه في الفضاء حاليا. للاسف قطاعات كبيره من القطاعات السياسيه من المجموعات السياسيه راحت في حضن الدوله تماما، منها قطاعات من اليسار ومنها قطاعات من الليبراليين ومنها قوميين او مصريين راحوا في شعار الحرب على الارهاب التفوا حوالين السلطه العسكريه وتحالفوا معاها تقريبا زي ما الاخوان تحالفوا معاها وقت طنطاوي. وبتتضاءل تاني نرجع تاني زي ما كنا 2010 المجموعات السياسيه الثوريه الصغيره اللي بتقرب من بعض زي 6 ابريل ومشتركين ثوريين وشباب في الجامعات وكذا بترجع ملهاش الجبهه الواسعه بتاع الكفايه. مثلا جبهه الكفايه اللي كانت موجوده في 2004 2005 اللي هي بتضم من اقصى اليمين لاقصى اليسار حتى دي ما بقتش موجوده دلوقتي. المجموعات السياسيه الثوريه صغيره، بس اللي مش صغير المستقلين اللي كل يوم على الانترنت بيدوروا هنعمل ايه وهنروح فين، هنعمل ايه وهنروح فين. الثوره مش هتنتصر الا بتنظيم ثوري. انا شخصيا شايف انه الانضمام للاشتراكيين الثوريين كحركه سياسيه ثوريه بالنسبه لي طريق لاستكمال الثوره المصريه والانتصار. اي حد هيكلمني حوالين انا ثوري مستقل انت ما بتعملش حاجه غير ان انت بتمكن الدوله العسكريه مننا. ثوري مستقل ما بتعملش حاجه غير انك قاعد تايه على صفحتك على الفيسبوك او في مكان عملك او في جامعتك ما انتش عارف تعمل ايه، ما انتش عارف تشتغل مع مين وتروح فين وايه هدفك السياسي، ايه تحليلك السياسي للحظه الحاليه وعايز تعمل ايه في الفتره اللي جايه. مفيش حاجه اسمها ثوري مستقل ولا سياسي مستقل. تدخل تنظيم ثوري علشان تواجه الدوله الممركزه الدوله المنظمه اللي بتهجم على الثوره المصريه. فدي نقطه محسومه. الحاجه الثانيه على صغر حجم المجموعات السياسيه لازم تتشكل جبهه ثوريه في الفترة اللي جاية. في رأيي من المجموعات ومن الأفراد في نفس الوقت. جبهة ثورية في برنامج سياسي عنده قراية واضحة لطبيعة السلطة اللي موجودة اللي هي ثورة مضادة بامتياز بحلفائها وإجراءاتها اللي مش هتودي لمسار ديمقراطي ولا لدولة ديمقراطية، يبقى عندنا قراية صحيحة للوضع ده وعندها خطة عمل مع القطاعات الاجتماعية القوى الاجتماعية بتاعت الثورة قوى العمال في المصانع والطلبه في الجامعات وفي قرى الاحياء الشعبيه والمهنيين علشان نفتح تاني المسار الديمقراطي والاجتماعي للعمل مره اخرى. النهارده كسر حاله الاستبداد بتاعت الطوارئ وحظر التجوال وعوده امن الدوله لازم تتم في الشارع. كسر حاله التخويف اللي بتتم بممنوع الكلام في السياسه في المصانع لازم تتكسر باضرابات قويه، وشفنا اضراب المحله لما الدبابه دخلت جوه المصنع العمال طلعوا قالوا المصنع جواه دبابه جايه تخوف الغلابه. بكل بساطه وانا اعرف انه كتير من عمال المحله طلعوا في التفويض تحت وعي متناقض، مش هدفهم انه المؤسسه العسكريه تحكم وتعمل الاجراءات الحاليه، لكن كانوا متخيلين ان صوت الاخوان اللي ما عملتلهمش مطالبهم انه احتمال الناس دي والله تنفذ. لكن لما حصل الاضراب لقوا ان الحاكم العسكري بيقول لهم تفضوا الاضراب ولقوا الدبابه داخله من جوه من باب المصنع او جايه تهدد العمال وهدف ال 11000 ولا ال 20000 عامل المصنع جواه دبابه جايه تخوف الغلابه. بكلام بسيط خالص ان الدبابه دي وظيفتها تخويف الغلابه اللي جوه المصنع والوظيفه الثانيه بتاعتها بتحمل مليارات. فنبني الجبهه الثوريه ندخل لتنظيمات سياسيه ثوريه نبنيها
مش ممكن كل واحد فينا هينتظر انه الثورة، ما احنا خلاص الصعود العفوي انا في رأيي هيبقى صعب شوية الفترة اللي جاية، انه زي ما كنا بنشوف كده يعني اخلاء سبيل مبارك او قرار ال 25 سنة واخلاء بقية الفريق بتاع مبارك خلى الناس تنزل الجري على التحرير، كلنا فاكرين في الحكم اللي هو اتلغى دلوقتي لما اتحكم على مبارك وبراءة البرتيتا اللي حواليه من المجرمين دول الناس نزلت التحرير، ده كان رد فعل عفوي. رد الفعل ده مش هيبقى عفوي الفترة اللي جاية، لازم يبقى مناظرة، ان نقعد مع بعض ندعي لمظاهرة، نقعد مع بعض ندعي للتضامن مع اضرار. الكلام ده لو ما بيتمش عن طريق تنظيمات ثورية هنبقى الثورة المضادة تكسب خطوات وتكسب ارض جديدة ضدنا. فأنا بدعو كل الزملاء الموجودين لازم نستخدم وسائل حساب الكلام، صفحاتنا الشخصية لازم تتحول إلى نشرة إخبارية ثورية على مدار 24 ساعة. أنا ما بفهمش خالص الناس اللي بتقعد على صفحاتها يعني بتتكلم ماشي في الحاجات الاجتماعية، لكن إحنا قدام الجهاز الدعائي المنيل بتاع الدولة ده كل واحد فينا أقله عنده 500 صديق، بتوصل ل 5000 صديق، حول صفحتك لجهاز دعائي ثوري فيبقى بتكلم 5000 واحد او بتكلم 2000 واحد على مسار ثوري في البلد. لو عملنا كلنا كده احنا مش قليلين في الوضع، ولو الجهاز ده الدعائي بتاع الانترنت ده بسيط ما كانوش عملوا لجنه الكترونيه وما كانوش عملوا صفحه المتحدث العسكري وصفحه السيسي وصفحه مش عارف مين وصفحه الشرطه المصريه اللي شغالنا ليل ونهار وصفحه عمر عفيفي وصفحه الاشكال الوسخه اللي موجوده، كل دول شغالين علشان يخترقوا الحته اللي فضلنا في الحته اللي فضلنا في الدعايه هي الانترنت. خلاص كنت فيه كله بقى كاش ماشي، خلاص يبقى فاضلنا الانترنت، نستخدمه ولا نسيبه للعلاقات الاجتماعيه والهزار او الاحباط. حتى انا شخصيا ما عديش يوم على الصفحه غير لما اخد حاجات من على الصفحه الرسميه لشرقيين ثوريين او على الموقع واحطها متعلقه بالحدث السياسي اللي موجود. فخلينا نعمل عمليه تسوير لصفحاتنا ونفتح المجال في الشارع للمسار الديمقراطي في الوقوف ضد الاجراءات الاستبداديه اللي بتمارسها سلطه السيسي، ونفتح الباب الاجتماعي بتاع الاضرابات العماليه بالتضامن فورا مع كل الاضرابات العماليه بشرح الموضوع ده مع العمال بصبر وبدأب. وبعدين هنوصل العمال ازاي؟ معلش يعني انا يعني مع كل احترام لكل الشباب اللي بيشتغلوا في السياسه وبينزلوا الميادين، علاقتهم بالعمال انه نيجي في 11 فبراير 2012 في ذكرى تنحي المخلوع مبارك ندعي العمال للاضراب العام. ما ازاي ندعي العمال للاضراب العام؟ تيجي تسال الشباب انتوا قابلتوا مين من العمال؟ ما قابلوش حد. طب تعرفوا مين من العمال عمل اضرابات خلال اليومين اللي فاتوا؟ ما نعرفش. لا، ما هو الجسر اللي ما بين الميدان والمصنع لازم يتبني، لان الاثنين بيتضربوا دلوقتي. فلو ما الناس اللي في الميادين ما عرفتش تبني جسر ما بينهم وبين الناس اللي بتتحرك في مواقع العمل اللي ممنوع عليها الكلام في السياسه دلوقتي، هنبقى كل طرف في ناحيه بيتضرب لوحده. وفي الحقيقه اللي مخوف السلطه العسكريه الاثنين دول، الميدان والمصنع. ماشي؟ فلو عايزين نقدر نواجه على الاقل نقاوم عودتهم لازم نتحرك على المصارين. انا اسف ان انا طولت، بس انا شايف ان خلال الفتره اللي جايه المهمه المركزيه علينا هي ان احنا نبني تنظيماتنا الثوريه، ننزل الميادين لكسر حالة الاستبداد اللي موجودة ولو بصوت ضعيف، نتضامن مع الحركة الاجتماعية بكل قوة. بالعكس أنا بقول هنا من موقعي التحريض على الإضراب، مش بس كده، التحريض على الإضراب ضد إجراءات حكومة الببلاوي. النهاردة لما يقول 800 جنيه حد أدنى الأجور ولسه حتى ما طلعوش قرار 800 جنيه، واضح إنه كمان المبلغ بالنسبة لهم كان كبير ولا إيه؟ فده لازم يتواجه بانه لا، ده احنا لازم ندعو عمال مصر اللي كانوا بيطالبوا، والمحله اللي قدمت ثلاثه من الشهداء في 2008 في انتفاضتها عشان الحد الادنى للاجور، لا ده جه وقت بقى انه يتعمل الاضراب للمطالبه بحد ادنى للاجور على المستوى القومي في القطاع العام والقطاع الخاص، مش انه بس هنقف ضد الاجراءات الاستثنائيه بتاعه حكومه البغلاوي. شكرا. شكرا للزميل هيثم محمدين على كلمته الحماسية.